هذه المناسبة بعد إذن حضراتكم بندي لهم شهادة بسيطة جدا، فحوى الشهادة عشان تبقوا عارفين. تتقدم كلية العلوم جامعة عين شمس للشكر والتقدير للطلبة، هنقول أساميهم واحد واحد. رئيس جمعية المستشفى محمد رجب، رئيس جمعية المستشفين الجيوفيزيائيين، وطالب في الفرقة الثالثة بقسم الجيوفيزياء والبترول، على مدارهم مجهود كبير في تنمية مهارات الطلاب من خلال الأنشطة الطلابية التابعة لجمعية المستشفين الجيوفيزيائيين جمعية SEG Society of Exploration and Geophysics مع خالص التنميات لدوام الإعاقة الكافية. ده الشهادة اللي احنا بنتكلم على أساس إن هم احنا عايزين كمان على ما يوصلوا إن شاء الله السنة الرابعة يكونوا علماء شباب قادمين وفخر الكلية. فاتفضل محمد رجب أبو الفضل رئيس الجمعية. محمد حمدي أحمد نائب رئيس الجمعية. محمد خالد محمد المسؤول المالي. مصطفى عصام إبراهيم المسؤول الإعلامي. يلا يوم مصطفى نخليه المذيع بتاعك. محمد منير كمال سكرتير الجمعية. شكرا ليكم يا بنات. الاستاذ سمير عبد المعطي طبعا انا يعني